السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ ورجعنا لكم مقطع جديد، ومقطعنا اللي هو الهورد السابع الأسبوع السابع. فطبعا يعني انتو عارفين احنا في نهايات السيزون، فيعني هذا آخر تحدي في الهورد. أنا ومحمد راح نلعبها، يعني دو راح نلعبها اللي هو المود اللي فيه للتحدي الأسبوع السابع، يعني الشوك الأرضي، الديكوي، الفخ الشوك، فخ التجميد، يعني أي إشي يوقف الزومبي أو يعمل له توقيف او دوخة او اي اشي ما راح يجاوب عليهم ابدا. البوكس كمان، الوول لانشر كمان ما راح يأثر فيهم، البوكس الارضي ما راح كمان برضو يأثر فيهم. فبسم الله وبنبدأ. طبعا انا دخلت في شخصية الاوربين اسولت، وبنبدأ بالتحدي الاول على طول. اول اشي بصنع لي الريث، صنع الريث وبنبلش تصنيع، يعني لازم كل الافخاخ كلياتها دمج تكون، يعني قد ما بنقدر نحط افخاخ كلياتها دمج بدنا نحط. فاول هجوم راح يكون على جهاز محمد، فبسم الله ونبدأ. طبعا غرف اعدام ما راح يمشي معانا ابدا، فلازم كلياتها افخاخ. محمد لا تمد لقدامها، بس هالقد يخليها عشان ما يمشوش لفوق. كلها دخلات بس نعملهم اياها. نبلش نوزع افخاخنا. اوكي تمام، خلينا نكسر الاسلحة، نستفيد من مواردها. بنستقبل اول موج زي ما احنا شايفين قدامنا، 8 موجات، وكلياته زي ما حكينا كلياته لازم يكون دمج. عندنا الاشياء كلياتها كاملة دمج. خلينا نبني هون درج عشان يعني يمشوا بالطريق اللي بدنا اياه. طبعا استخدمت سلاح الريث لانه عشان يكون عندي دمج عالي، فانا حاطط شخصية عيد الميلاد اللي هي بتعطي كريكتل هيت دامج 72، فراح يكون عندي السلاح زي ما احنا عارفينه دمجه عالي فراح يفيدني كثير. فهون هاي المنطقة اقفلها قبل لا يجي منها زومبي. خلينا نجهز من هون كمان. يعني كل الامور ماشي معانا حديث الان تمام. فاي سماشر بيجي عش سريع ما بنخليه يتنفس، بنشيله سريع. الدمج عندنا راح يكون كثير قوي في الريث لان البونص حاطينه تبع شخصية عيد الميلاد، راح يعطينا دمج كثير قوي. طبعا الاوربن اسولت معروفة بالفاير ريت فيها، اول ما تعطي هيت شوت للزومبي بعلى معدل اطلاق النار في الشخصية. طبعا في البداية احنا عارفين اللي هو يعني الافخاخ بتكون قليلة بعدين تتكاثر تتكاثر معانا، نوصل لحد معين انه من كثرة الافخاخ ما راح يقدروا يعدي الزومبي. حاليا خلصنا اول موجة، فمنروح على جهازي على طول بنجهز الافخاخ. وزي ما حكينا كلها افخاخ دمج بدنا اياها.
لانه يعني حتى فخ الكشاف ما راح ياثر. الار بي جي راح يدمج بس ما راح يطيرهم يعني. يعني لو حطينا ار بي جي اللي هو الدام باستر ما راح يعني ما راح ياثر عليهم ابدا انه يدفوا. معروف الدام باستر شغل الدف الزومبي فيه، طبعا غرف اعدام ابدا ما راح نستخدم لانه على الفاضي يعني ما راح تفيدنا ابدا. على طول هون بحط 10 الافخاخ اللي هي الكهرباء اللي معاي. اوكي، وانا بسكر زي هيك عشان اعزل المنطقة كاملة. هون عنا وول كمان وبنحطه، هيك الامور 100% باذن الله. بننتظر الموجة تبدأ، فالموجة اللي قدامنا كل، فشايفين كيف. ايضا نصنع. اوكي تمام، يعني هذول اللي بيجوا من هاي الاتجاه هسه بنركب لهم كم من فخ. يعني كم من حبة ما بيأثروا ابدا من هذا الاتجاه. فقبل لا يوصل لنهاية الخط الكل بنرجع. رجعنا يا شباب، ويعني الامور 100% ماشي، لانه كل حاليا كل الافخاخ دمج حاطينها، مش حاطين وول يعني نأخرهم. يعني ما راح يأثر فيهم ابدا لانه المود الحالي هيك يعني الموجود. فعلى طول بنروح على الجهاز اللي قدامنا، لانه احنا طبعا 2 ما راح يكون عليه اسم اي لاعب. فعلى طول تصنيع الافخاخ اهم اشي. يعني كلياته حكينا اعتمادنا على الدمج، بدنا اياه كلياته دمج صافي. نركب الغاز. يعني نعمل لهم خطوط زي هيك لتأخرهم. يعني هيك الأمور 100% من هاي المنطقة. هون كمان عند محمد، هاي المنطقة لازم كمان نفخخها. أنا احتمال كبير يجي من هون. يعني طريقة التفخيخ قدامكم كيف احنا قاعدين بنفخخ. يعني شايفين هاي المنطقة اللي جيت فخختها، عارف انهم راح يجوا منها، فعليا اجوا منها. الزومبي بيلتف من هون ومن هون، على طول منشيله. فبما انه في البروبين بنحاول، خلص بما انه في البروبين يعني نرجع لورا ونستقبل اللي بوصلوا بس. يعني ما بنرمي اي جرنيد ابدا. طبعا زي ما احنا شايفين امامنا كيف كل الدم قاعد، كل الزومبي قاعد بتدمج. يعني واضح الامور انه يعني لازم اللي هو كلها افخاخ دمج، لا تحط ولا اي فخ يعني بعمل تأخير النوكباك الستان اي اشي لا تحطه، لانه ما راح يشتغل ابدا. طبعا شايفين كيف دمج الريث مع الاوربن اسولت
يعني جدا جدا جبار. 10 ثواني بتخلص معانا الموجة. اوكي، وهسا عالدفاع اللي بعده، فعلى طول واحنا ماشيين نصنع افخاخنا اللي بنحتاجها. طبعا زي ما حكينا كل الافخاخ اللي بدنا نستخدمها اللي هي شغل دمج. طبعا سكرنا زي هيك عشان ايش الزومبي ما يلتف، ما بدنا اياه يلتف، يعني لانكم عارفين احنا دائما بنحكي احنا اللي بنتحكم في الزومبي، ما نخلي الزومبي هو اللي يتحكم فينا. المنطقة جاهزة، ونروح على هاي المنطقة اللي هون. محمد، هاي المنطقة انت ما جهزتها؟ اوكي، عاد عوافي. فالتيكرات احنا مش التيكر، نشيل التيكر اهم اشي، لانه بيجي بيضربك يمين وشمال ما بتعرف من وين بدمجك. اوكي تمام، خلصنا هاي الموجة، وعلى طول نجهز للموجة اللي بعدها. تمام، عن هاي الموجة اللي هون الهرسبون هون. محمد انت استقبل اللي عندك وانا بستقبل اللي عندي. نرجع لورا، طبعا قدامنا الموجة وقت واقفين الرسبونات تبعتها. وكيف بنينا لهم كل الأماكن اللي حاطين فيها أفخاخ يعني ماشي فيها الزومبي، فنرجع أول ما يكون دقيقة باقي للدفاع. باقي شباب، يعني الحمد لله الأمور ماشية معانا. فطبعا انتبهوا يعني شغلة، انه مش قاعدين نستخدم ار بي جي، يعني بس بالرشاشات قاعدين نلعب والافخاخ. يعني ار بي جي ليش ما بدنا نستخدمه؟ لانه ما راح يطيرهم او يأخرهم، فعلى الرشاش يعني نعتمد على دمج، يعني كلياته بدنا اياه الدمج، نعتمد على الدمج عشان 100% انهم يموتوا ونرتاح منهم. اوكي، وعلى الجهاز اللي كنا قبل شوي عنده متدمج، بس عادي يعني عوافي حتى لو متدمج، يعني الوضع 100%. بس كل اللي علينا اللي هو نعزز المنطقة تفخيخ اللي هي انا عززت هذيك المنطقة، كان لازم محمد يعززها بس ما انتبه لها شكله عوافي يعني. فمنعزز هاي المنطقة كاملة هسه تفخيخ.
المنطقة هاي معززة، بنعزز هاي برضه. هيك الأمور 100%. طبعا كل يعني أول ما يقرب تخلص الموجة الكل بنرجع. وباك يا شباب، طبعا يعني هي قربت تخلص موجة الكل والأمور ماشي 100%. شفتوا الفرق بين انه لما تكون انت مفخخ ومظبط، وفرق بين انك تأخرت بالتفخيخ راح تتبهدل شوي. فعادي يعني، فاحنا حاليا في الموجة اللي قبل الأخيرة، راح تكون على جهازي على طول. نجهز الأفخاخ. المنطقة هاي جاهزة، فخلص يعني الأفخاخ راح نوفرها معانا. بس بنشوف بنقفل من هون عشان إذا في فلنجر أو ساحرات يضطروا يفوتوا جوا التنل. والأفخاخ اللي معانا بنوفرها. خلينا نصنع طلق للسلاح اللي معانا ونشوف الموجة هي كل ولا وقت. اوكي كل، فمعناته الموجة الأخيرة راح تكون وقت. وفيها البروبين تانك برضه، ولازم نكون حذرين. وفيها فلينجر برضه. طيب اوكي خلينا نشوف الفلينجر اي شغلة، حتى لو ما كانت ليفلها عالي. يعني بصنع المطرقة عشان نشيله. وطبعا بالسلاح ما راح يتدمج ابدا، ضعيف حيكون الدمج عليه. فاول ما نوصل لنهاية الكل بنرجع لكم على طول. باك يا شباب، طبعا زي ما احنا شايفين يعني حتى لو بيلتفوا من اماكن ثانية غير عن الافخاخ فعادي جدا يعني. وجرة قبل لا يفجرها نشيله. اوكي خلصنا. هسه حاليا الموجة الاخيرة، فراح يروح عليهم المود السرعة وتزيد دمجهم. فكمان برضه الجهة هاي جاهز الامور، بس هون متكسر الافخاخ فمنظبطها، نزود افخاخها. الأفخاخ كلها اللي عندنا بنصنع. اوكي تمام. حاليا خلص يعني نحط كل الأفخاخ اللي معانا، لأنه يعني ما راح نستفيد منها ولا بشي. فالموجة اللي معانا حاليا 4 دقايق، فبنحط كل الأفخاخ اللي معانا. هيك الأمور 100%. وطبعا البوسات اجت، موجة البوسات، فبنستقبل البوسات. هاي أول بوس طبعا جايينا منتهي. شلنا اول بوس، اتوقع البوسات الثانية ماتت. لا شو اللي صار هون؟ اوكي عوافي على السريع نركب خاخ بدالهم. طبعا البوسات شلناهم، يعني في اكيد منهم اللي ماتوا سريع بكونوا بموتوا من الافخاخ، يعني بدهم افخاخ بتقتلهم سريع فماتوا سريع. بنرجع لكم على اخر دقيقة. باك يا شباب، يعني زي ما احنا شايفين امامنا، يعني احنا بالويف الاخير والامور مشت معانا 100% ما عدا الجهاز اللي في هاي المنطقة. يعني تدمج اشي بسيط لانه كان في تأخير شوي في البناء،
فيعني عشان هيك فالأمور ماشية 100%، ولعبناها اثنين يعني عشان نثبت لكم انها سهلة وما بتحتاج يعني عناء. فيعني اذا انت ما كان عندك تيم تقدر تلعبها توافق، بس انك انت تلعب على الاصول اللي انت تبني كل الافخاخ شغل دمج، لا تحط كوس شوك ثلج، يعني الاشياء هاي اللي بتأخر ما تحطها ابدا لانها ما راح تجاوب على الزومبي، وحتى الديكوي راح يكون ملغي عندك ما راح تقدر تستخدمه وما راح يفيدك ابدا. فهيك وصلنا لنهاية الهورد السابع والاخير من السيزون، الهورد حاليا اللي احنا فيه. خلينا نشوف الارقام. اوكي كفو، الكومبات زي ما تشايفين عندي 27 ألف، محمد 14 ألف. يعطيك ألف ألف عافية محمد، وزي ما شفنا كيف طريقة اللعب، وطبعا الجائزة 1500 جولد ومعاها بيركات ليجندري. وصلنا لنهاية مقطعنا، يعطيكم ألف عافية، لا تنسى تقييمك للمقطع، كومنت لايك شير، يعطيكم ألف عافية ونشوفكم مقطع جديد.